البروفيسير هي دي. احنا بقى نشتغل على البروفيسير. طب حلو ده، احنا ممكن نعمل فكرة حاجة كده زي مهندس ميكانيكي. حلو، ممكن نعمل دي. الموضوع ده حصل معاك من امتى؟ اول مره تبوظ ولا عملتها معاك قبل كده؟ لا، هو الموضوع ابسط من كده بكتير. انا هقول لحضرتك الموضوع ببساطه، ان انا بس وانا ماشي يعني في المطبات كده بسمع صوت خفيف يعني انا عارف شغل كويس. اتفضل. ده كبوت يا فندم. طب حضرتك ممكن تسمعني يعني من باب ان انا مثلا صاحب العربيه مثلا يعني فحقك ممكن حضرتك تهدى شويه؟ اتفضل. هات روشته. لا ما انا عايز افهم بقى، يعني انا عايز افهم ايه اللي بيحصل، يعني روشته ايه وبعدين ياباني ايه اللي انت جايبه؟ يعني انا عبيط مثلا هتخدع كده؟ يعني لما اشوف واحد ياباني انا كده خلاص دخلت التوكيل مثلا؟ ممكن تسيبني اشوف شغلي؟ اتفضل اكتب لي روشتة بتاعة العربية. اتفضل. مش اي حد يبقى بروفيسور. دكتور محمد ضياء سرحان، الدكتور المعتمد دوليا في جراحات السمنة واللي هيعمل لك عملياتك في اكبر مستشفى في الشرق الاوسط، اول جراح في مصر بيستخدم التخدير الموضعي، خبرة اكتر من 10,000 عملية باعلى نسبة نجاح. خليك في المضمون واختار البروفيسور. بالنسبة للزيت احط لها زيت وخلاص ولا ادفهولها قبل ما ادهولها؟ ما مش كده.